لغة الأرقام، حصاد دوري الممتاز مش حصاد الموسم لأن لسه الموسم مستمر. وعايز أعرف من حضرتك ومن الكابتن عمرو رؤيتك الشاملة للموسم دوت للنادي الأهلي الخاص طبعا بالدوري الممتاز، شفت النادي الأهلي إزاي في الدوري الممتاز السنة دي يا كابتن؟ وبداية بسم الله الرحمن الرحيم، بداية طبعا الموسم أفضل من الموسم الماضي أكيد، على الرغم من برضه نفس المساوئ اللي كانت موجوده في الموسم اللي فات من حيث الفار، من حيث التحكيم، من حيث التصوير التلفزيوني، من حيث قله الجماهير، السلبيات الموجوده في القرارات والقرارات العشوائيه ما فيهاش دراسه ما فيهاش. لكن بالنسبه للنادي الاهلي بيعوم او يعني ماشي مع في تيار، التيار ده خط مستقيم ماشي عليه من حيث الاداره، حيث الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، من كل النواحي، من بدايه الاختيار المدير الفني والاختياره بعنايه من مدرسه معينه بحيث ان هو يتناسب مع النادي الاهلي. صحيح، عايز المدير الفني الطبيعه الهاديه، الطبيعه المتزنه، الطبيعه اللي فيها نوع من الصرامه مع الود والاحترام وفي نفس الوقت الخشيه. الاختيار دايما بيبقى من الاداره بيبقى موفق، وشفنا أوسيماني وفايلر واخرهم كولر. البدايات طبعا كانت بدايه كانت جيده جدا، وشفنا الراجل وشخصيته، قلنا الكلام ده قبل كده، وشفنا بعد كده بعد ماتش سان داونز والاداره وموقفها، ثم الماتشات بقى الثلاثات والاربعات وافريقيا والسوبر المرتين والدوري والكاس. اوضه اللبس كانت محترمه جدا، الروح القتاليه عاليه جدا، على الرغم من تتابع المباريات بشكل غير مسبوق. انت بتلعب تقريبا كل 72 ساعه مباراه مظبوط، وساعات اقل، مع اخطاء فجه تحكيميه سواء من الفار او من وشفنا يمكن اخر ماتش الماتش اللي فات حالتين طرد ما لهمش حل، على الرغم من الماتش ملوش اي يعني الحقيقه. النهارده الكابتن ناصر عباس هيكون موجود معانا النهارده الحقيقه، وكمان هنتكلم على ملف التحكيم الموسم دوت في الدوري الممتاز كان ماشي ازاي، لان زي ما بيتكلم الكابتن عادل مفيش جديد، يعني مفيش جديد للاسف، ودايما قناه النادي الاهلي واحنا داعمين للحكم المصري، ولكن عمليه التطور مش متشافه بشكل كبير. هيكون ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده يعني عندنا فقره مميزه جدا مع الكابتن ناصر عباس، اتفضل يا كابتن. وبعدين من الجانب الفني بقى، الراجل كان بيلعب اول ما جه ما غيرش في طريقه اللعب، بيلعب 4 2 3 1 او 4 3 1 2 نفس الطريقه اللي كنا بنلعب بيها ايام موسيماني، ما بيغيرهاش. في فتره معينه ابتدى يعمل قياس ايه الاجوال اللي بتخش فينا وبتخش ازاي، ابتدى يعمل ثلاثه ستاره في وسط الملعب، بيلعب بثلاثه في وسط الملعب، والثلاثه على اعلى مستوى من الفتنس، من المهاره، من التسديد، من المتابعه، من تنفيذ الواجبات. صحيح، لما يقول يا ديانج انا عايزك تبقى جوه 6 يارده بينفذ. صحيح، يا حمدي يا فتحي انا عايزك تبقى جوه 6 يارده عمليه التبادل، يا مروان انا عايزك تبقى في الحته الفلانيه، وفي بعض الاوقات يبقى زيد جوه 6 يارده. الكلام ده مش هيعمله الا اذا كان عارف ان القماشه او الخامه اللي معاه تقدر انها تنفذ. تطوير الاداء لكل اللعيبه من اول هاري لبيرسيتاو للشحات بيأدوا الواجبات العاليه جدا، علي معلول وما ادراك ما علي معلول، كل المباريات بيلعبها تقريبا في مستوى 8 8.5 من 10، على الرغم من انه في سن معين المفروض ان مع ذلك هو وصفه بالموتور اللي هو لو يعني لو قعد شويه ممكن جدا يتاثر، يعني ده عايز على طول ماتشات لانه هو من النوعيه اللي هي محتاجه على طول رجليه في الملعب، لو ريحته ممكن تلاقيه في الماتش اللي بعديه ما يبقاش كويس. طبعا شفنا الشناوي اداؤه وعلي معلول وعلي لطفي ومصطفى حاجه مبشرة. يعني حضرتك بتتكلم على تقريبا، وهروح من كلامك لكابتن عمرو، كابتن عادل اتكلم على ازاي النادي الاهلي